Here's wishing all our beloved patients, their families, our dear colleagues and friends a very happy Eid. May this pious day bring you joy, happiness, peace and prosperity. Eid Mubarak. مرحبا، كيفكم جميعا؟ كل عام وانتم بخير. ان شاء الله رمضان كان كويس عليكم، ان شاء الله تقضوا ايام حلوه مع عائلتكم في العيد. دكتور احمد الخير من بروفيتا، عيد مبارك. كل عام وانتم بخير، مرضانا في بروفيتا واهل المرضى ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. دكتوره سالي اختصاصي اطفال مركز بروفيتا ابو ظبي خليفه علي. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. عيد مبارك. عيد مبارك to all our Muslim friends. عيد مبارك.